يعني نور كثير من التطبيقات والبرامج يعني انتشرت لحتى تساعد عدد كثير كبير من مجالات الحياه، وخصوصا اذا فينا نقول عمليه التعليم ان كانت للاطفال او بالاختصاصات المختلفه. يمكن قديما كنا نسمع بسيرتيفيكا كشهاده، اليوم صار في تطبيق لهذا الموضوع بيساعد كثير من الطلاب بدراستهم. اكيد، والجميل يمكن انه هذا الموضوع بيطبق فينا نقول الهدف الأساسي اليوم صحيح. للبرمجة والإنترنت وكل هاي الوسائل من خلال انعكاسها الإيجابي والتعليمي على الأشخاص. لنحكي عن تطبيق سيرتيفيكا اللي حصل على المركز الأول بمسابقة رواد المحتوى الرقمي العربي عن فئة التطبيقات البرمجية. معنا ضمن الاستديو بشار سعد الدين الجيباوي مدير تطوير الأعمال، والأستاذ أحمد نجدة رمضان مدير التطوير البرمجي. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم، نورتونا. أستاذ بشار، خبرنا أكثر عن تطبيق سيرتيفيكا، أمتى بلشتوا المشروع؟ تمام. هلأ نحن بداية، نحن سنوياً حسب إحصائيات وزارة التربية عندنا بحدود 300 ألف طالب عم يقدموا شهادة صف التاسع. بهالإحصائيات عندنا بحدود 60 ألف طالب عم يكونوا طلاب غير ناجحين، وهذا رقم كبير بالنسبة لشهادة الصف التاسع. فهون نحن عم نلاقي مجموعة من المشاكل عم تواجه الطلاب خلال الدراسة تبعهم. ممكن يكون نسيان مستمر للمعلومات، ممكن يكون هو ما عم يعرف حاله حافظ صح أو لا. في عندنا مشكلة تانية، عم تلاقي طالب عم يتوجه للتكنولوجيا بموضوع التسلية واللعب فقط ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما عم يتم استغلاله بطريقة صحيحة. وعندنا مشكلة تانية عم تكون الأهل ما عم يعرفوا يتابعوا طلابهم ويعرفوا مستواه الحقيقي. فهون خلينا نقول إن هالمشاكل نحن انطلقنا بتطبيق سيرتيفيكا اللي يكون هو تطبيق إلكتروني بيحل بيكون جزء حل للمشاكل عن طريق مجموعة من الاختبارات ليكون صديق الطالب بمرحلته الدراسية ويكون شريك معه بالنجاح. فهذا التطبيق هو وظيفته مساعدة الطالب للتحضير للامتحان بشكل أفضل وكسر هذا الحاجز الكبير من الطلاب خلال مرحلة الدراسة. والجميل مثل ما قلت، يعني نحن اليوم عم نشوف الهدف الأساسي من التطبيق للبرمجية بما يخدم التعليم. اليوم لما نشوف كل الأطفال اليوم عم تتوجه للموبايل والانترنت من خلال وسائل الترفيه، اليوم لا، عم نشوف هيدا الجانب الايجابي لانه ما بيتسلط الضوء عليه، دائما بيسلط الضوء على الجانب السلبي. اليوم بس لما اقول انا سيرتيفيكا بالمناهج ضمن الذكريات اللي بنعيشها، دائما في حاله رعب وخوف، حتى الاهل للاسف بيورتوها لاولادهم. اليوم عم نشوف هيدا التطبيق بطريقه مختلفه وحصل على المركز الاول ضمن المسابقه. شو اللي بيقدمه هيدا التطبيق لما اقول انا خدمات هيدا التطبيق تعليمي؟ يعني بتخفف ضغط على الطالب. نحن بنعرف المناهج عندنا جدا ضخمة والوقت ما كتير بيكون ضمن المطلوب، فبتلاقي الطلاب كلياتهم عايشين بحالة ستريس اليوم. هلا بصراحه احنا حاولنا نشوف تجارب الدول اللي حوالينا، تمام، التجارب اللي بتشابه العمليه، يعني كيف عم يتحاول، يعني شو التطبيقات الموجوده، وحاولنا ناخذ نستنسخ هي التجربه المبتكره بالدول الثانيه اللي مجربينها. حاليا التطبيق عم يقدم احنا مجموعه من الخدمات والميزات، اهمها هو بنك الاسئله. عندنا جوات التطبيق بنك اسئله مؤتمت بحدود 10,000 سؤال. عم نحاول يجدد بشكل سنوي، تمام، عم يحاول يسوي ابديت دائما، تمام. الاسئله تم وضعها من قبل كادر تدريسي مختص بكل ماده، تمام، عندهم خبره اكثر من 10 سنين بالمجال التعليمي والتدريسي، تمام. عندهم فكره كيف الاسئله بتجي بالامتحان، كيف الاسئله توضع والنقاط الضعف بالمنهاج الدراسي. بلورنا كل هالاسئله بهذا بنك الاسئله اللي عندنا جوات التطبيق. عندنا ميزه ثانيه هي النماذج الامتحانيه والاسئله الخارقه اللي فجاه بتطلع، لازم ايوه هلا شوف هي الاسئله اللي هيك فجاه ما بتعرف تمام النقاط اللي احنا حاولنا نغطيها. هلا ايام الطالب تلاقي حفظ، تمام، في نوعيه طلاب ما يعني عندها صعوبه بالحفظ، عندها صعوبه بالنسيان. هذا بنك الاسئله على التكرار بصير بيعالجها. هلا في طلاب بتلاقي حفظت المنهاج، بتجي على الامتحان بتلاقي اسئله نكشات مثل ما بيقولوا، اجت بصيغه ثانيه بطريقه ثانيه. فهون احنا جوات بنك الاسئله عم نحاول قد ما فينا قدر المستطاع نغطي هي نقاط الضعف اللي عم تكون. لما تقول 10,000 سؤال اكيد يطرح جميع الجوانب، يعني نحاول نغطي الجميع بجميع النواحي، بحيث انه الطالب يعني يكون يعني هذا التطبيق سيرتيفيكا هو معزز لعمليه التعليم بشكل كامل، يعني انه هذا التطبيق مساعد وسند لهذا الطالب وبالذات وقت الامتحان. يعني احنا عم نحاول ننزل فترات الامتحان اوراق ونماذج امتحانيه. حلو. مع الحل تبعيتها بحيث الطالب يجرب يشوف يصير عنده خبره ما يتفاجئ، يعني يتعرف على النموذج. صحيح. في ميزه كثير كمان مهمه لحتى انا ادعم التطبيق وخليه منافس لتطبيقات انا حاحكي التسليه والالعاب والتواصل الاجتماعي، عم حاول اخلق نوع من المنافسه، يعني التطبيق فيه نظام نقاط بحيث الطالب فيها مسابقات انجز مثلا مرحله معينه بيعطيه انه انت بالليفل الفلاني، بحس الطالب بشعور بالانجاز انه نعم انجز.
انا جبت هاي النقاط الفلانيه، المنافسه بين الطلاب بيحدد مستواه فبيعطيه حافز انه انت من بين المتميزين، متميز او متفوق مثل المدرسه نوعا ما. تمام يعني. وشغله كمان مهمه عم نقدمها، نحن عم نحاول في عندنا نظام اشعارات نوتيفيكيشن سيستم، بحيث نحن نعطي رسائل تحفيزيه وتعليميه للطالب خلال فتره العام الدراسي كلياتها، بحيث نحن يكون هذا الطالب رفيق التطبيق طول فترة العالم الدراسي لحتى نأمن عليه انه جاب العلامة ونجح بإذن الله. اكيد. نرجع لعند حضرتك استاذ بشار، خبرنا اكثر كيف عم يكون اليوم تفاعل المجتمع الاهلي مع التطبيق يلي اطلقته حضرتكم، يعني كيف عم يكون تفاعل الاهل، تفاعل الاطفال، في اقبال منه؟ تمام. هلا نحن بداية اي عملية جديده خلينا نقول على المجتمع هي بتلاقي بالمراحل الاولى صعوبه، صحيح انه صعوبه ليتقبلوها، صعوبه ليجربوها. نحن عم نحاول نعالج هذا الموضوع بشكل مباشر، عم نحكي مع الطلاب، عم نحكي مع الاهالي، كل حدا عم يجرب التطبيق عم ينبسط، عم يقول شكرا كثير لكم بدي احكي مع رفقاتي، الاهالي عم يتواصلوا معنا بيقولوا لنا شكرا كثير الولد انا عم احسن اتابعه، عم احسن انا هلا اشوف مستواه. نحن اليوم بالتطبيق ما نحن متوجهين للطلاب بشكل مباشر فقط، نحن متوجهين للطلاب وللاهالي وللاساتذه بحيث تكون عمليه متكامله. فاليوم انا من خلال التطبيق، انا اليوم بلشت من صف التاسع لطلاب الصف التاسع، لكن انا شريحتي هي مو بس الطلاب. انا اليوم عم اقدم الخدمه لطالب وللاستاذ ولولي الامر تبع. بس الفئه المستهدفه هي طلاب التاسع هالسنه بهالمرحله الحاليه، نحن بلشنا من صف التاسع لكن نحن هننتقل نحن على يعني على صف دراسيه سنوات، وهذا رح اسالك عنه. بس لما نقول يستهدف طلاب والاهل والمدرسين هي نقطه مهمه، لانه اليوم اللي بيطلع على منهاج الصف التاسع يعني سابقا كانوا اهل قادرين يدرسونا، اليوم في صعوبة بعملية التدريس، بتلاقي الأهل عم يحاولوا يدوروا على الكتاب المحلول أو بعض القصص اللي ممكن تساعدهم، لأنه طريقة التعليم اختلفت. فهون يمكن بتخففوا بعض المصاعب على الأهل نوعا ما وعلى الطلاب، فهي نقطة مهمة. بس لما أقول أنا هي الخطوة الأولى تجاه استثمار التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة والإيجابية، رح تكملوا يعني رح نشوف تطبيق بيحكي عن الثانويه لانه عامله ازمه؟ اكيد نحن عم نحضر لها شهاده الثانويه، عامله ازمه للاهل والطلاب. نحن عم نحضر لها يعني هلا احنا بمرحله التحضير لمرحله ان شاء الله، يعني امننا على منهاج الصف التاسع جربناها السنة وكله تمام، هلا عم نحضر بقى للمنهاج الأضخم اللي هو منهاج الثانوية، منهاج جدا ضخم، هو كمان فيه له فرعين أدبي وعلمي يعني. فنحن عملية تحضير وعملية أتمتة المنهاج هي عملية صعبة. جدا صعبة ومرهقة، وهي فيها تطبيق مسؤولية. واحد ولا تطبيقين؟ هو علمي أدبي هو ولا تطبيق واحد، فيك تختار المنهاج اللي بدك إياه من قلب التطبيق. من التطبيق فمن هون نحن عم نكون العملية. وأنا هون بس بدي أرجع أكد على فكرة، نحن هلا عم نجهز كمان منصة هي خاصة بولي الأمر أو بالأستاذ أو بالأهل، بحيث إنه الأهل ممكن يشوفوا مستوى الطالب بجهاز اخر، يعني مو نفس التطبيق. يعني انا تطبيق خاص للطلاب، تطبيق خاص للمتابعه. فانا خليني اقول استاذ، انا قادر اني ابعت كويز للطالب اليوم اختبره فيه، او لمجموعه طلاب، انا اليوم عندي مجموعه من الطلاب عم اختبرهم، عم اعرف مستواهم، مستوى تقدمهم. والاهل خليهم يتفاجئوا. نفس الشيء. يعني ما حدا رح يقعد بالبيت مرتاح. تمام. لحتى الاهل يعني بصير عندهم يوميا بيقدروا يتابعوا الطالب تبعيتهم وين وصل، كيف التقدم تبعيته الدراسي. طيب خلينا نحكي اكثر مع حضرتك، قد ايه مهم اليوم نحن ندمج العمليه التعليميه بالتكنولوجيا، تكون طريقتنا يعني بشرح الدروس او الاسئله تكون طريقه سلسه نوعا ما، بعيدا عن الطرق التقليديه اللي بتكون بالمدارس؟ هلا بصراحه التكنولوجيا فاتت بكل النواحي، يعني ما تركت مجال الا فاتت. صحيح فيه. صحيح. من ضمن العمليه التعليميه مو من هلا، من شيء يعني من 20 سنه فاتت، من وقت ما فات اجهزه الحاسوب والتابلت والتاب والاجهزه الذكيه، وبالذات فتره كورونا عززت هذا الشيء بشكل كبير، يعني صار الاعتماد على التكنولوجيا بالتعليم شيء اساسي جدا يعني. صحيح. من ناحيه اللي احنا بالتطبيق هلا نوعا ما العمليه التعليميه فيها شويه من الجمود والملل، تمام، والمنافسه بصراحه كثير كثير عاليه بالتطبيق. يعني الواحد طالب بيجي على المدرسه بيتعلم، تمام، العمليه كثير تقليديه ممله، ما في تفاعل، يعني بصير الاستاذ ملقي والطالب عم يتلقى المعلومه سلبي، يعني ما بيتفاعل. التكنولوجيا هي بتعزز التفاعل بين الطالب والاستاذ، تمام، بيعطي شغف، بيحفزه اكثر، بيعزز عمل المنافسه. الطالب خلص من مرحله من الدرس رجع على البيت، هون شو في عنده الطالب؟ حيواجهه كم هائل من التطبيقات، تيك توك، فيسبوك، انستغرام، الالعاب، حدث ولا حرج، رفقاته كلهم، يعني عندي منافسه كثير عم تشتت هذا الطالب وعم تضيعه بصراحه. صحيح. فهون تجي نوع هي التطبيقات انه عم تحول هي الاداه التكنولوجيا من تسليه فقط
والترفيه لعامل معرفي تمام عن طريق التسليه والترفيه، ولكن انا بستثمر هي التكنولوجيا لحتى ان ننمي قدراته، مكنه بالمنهاج، اخر شيء بالنهايه يحسن المستوى والنتيجه بالنهايه. فهي بصراحه كثير صارت مهمه التكنولوجيا جدا في مفهوم اسمه جيميفيكيشنز. يعني انا احنا عندنا حاعطيك مثال تطبيق سيرتيفيكا، عم نحاول نعزز عناصر الالعاب جوات العملية التعليمية. هذا كثير مهم. يعني اليوم حتى لو نشوف نحن بننزل تطبيقات تعليمية بتلاقيها هي تطبيقات تقليدية حتى، يعني ضمن ممكن أي حدا يقوم بتصميمه. لما أقول أنا أخذ جانب الترفيهي وحاول استثمر الألعاب بطريقة تحفيزية تعليمية، هي نقطة مهمة. يعني أهم الدراسات والأبحاث العلمية العالمية بتقلك أنه أنا عن طريق اللعب فيني دخل المعلومة وفيني أعززها بطريقة مختلفة وفيني أعلم بشكل أسرع. أكيد 100% لحتى بعزز روح التنافس. يعني بصير طلابنا بصير بيحسوا بالإنجاز ويطلع ليفل مثلا حصل بوينتس، يشوف المنافسة بينه وبين أقرانه بالزملاء بالمدرسة. فهذا كلياته يعني بيعزز مفهوم هي التكنولوجيا جوات العملية التعليمية. خلينا نوضح اكثر كيف ممكن اليوم نحن ننزل هذا التطبيق. هل هو سهل نحن بنفتح على جوجل نلاقيه، او بحاجه انه حدا يعطينا شويه معلومات توضح لنا كيف نستخدمه؟ هلا احنا حاولنا بصراحه بكل الطرق نكون امكانيه سهله لتنصيب التطبيق. فهو ممكن عن طريق صفحه الفيسبوك تتواصلوا معنا، عن طريق جوجل بلاي، عن طريق الموقع الالكتروني، عن طريق الواتساب، اي طريقه ممكن تكتبوا انتم تطبيق سيرتيفيكا التعليمي ممكن يطلع لكم. نحن روابط تحميل التطبيق هي موجوده عن طريق متجر جوجل بلاي الاساسي. ان شاء الله احنا عم نشتغل على نسخه خاصه باجهزه الايفون حنرفعها قريبا، ونحن عندنا كمان تحميل مباشر بحيث يتمكن اي طالب انه ينزل عنده التطبيق. طيب استاذ بصار، خلينا نحكي، يمكن حكينا عن التطبيق بشكل عام بس في كواليس اكيد ومجهود كبير قمتوا فيه، خلينا نسلط عليه الضوء لو سريعا. قد يحتاج منكم وقت وشغل هيدا التطبيق؟ ولما نقول مبلشين يمكن بالمشروع الثاني فكمان متعب لكم ومسؤوليه. يعني لما تنجحوا بهيدا التطبيق وتحسوا حالكم فعليا قدمتوا بتطمحوا اكيد للافضل. هلا نحن بصراحه بهذا المشروع فكرته من 2020، نحن كنا عم نحضر لهذا المشروع من حدود يعني 3 سنين تقريبا. السنه الماضيه احنا طلعنا بنسخه تجريبيه، نسخه تجريبيه بتتضمن 100 سؤال لكل ماده. حاولنا احنا نجرب الطلاب ونجرب تفاعلهم مع التطبيق، هذا الشيء حيتقبلوه او لا. السنه الماضيه لقينا تفاعل جدا رائع، حمسنا وكنا جاهزين نفوت بنسخه، خلينا نقول هي الفاينل، النسخه الرسميه من هذا التطبيق. هذا التطبيق هلا عمره خلينا نقول 5 شهور بنسخته الرسميه. اليوم احنا عندنا صار اكثر من 10,000 مستخدم ضمن التطبيق، وبتفاعل جدا عالي ومنتشرين بكل المحافظات السعوديه. فتقريبا احنا الفكره صار لها 3 سنين، النسخه الرسميه هي عمرها 4 شهور 5. تمام. يعني اليوم كل فكره او مشروع او تطبيق هو بحاجه لدعم، بحاجه لتسويق. كيف قدرتوا اليوم تسوقوا لهذا التطبيق؟ هلا شوفي التسويق في كثير حتى ينعرف يعني على مساحه اكبر من الناس. هلا نحن وجودنا هون هو اكبر تسويق. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. هلا بصراحه يعني نحن حاولنا نعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي بالدرجه الاولى تمام، لانه هي اكثر شيء منتشره اللي احنا واكثر شيء متابع عنا. ثاني شيء صرنا نساوي بجولات ميدانيه للمدارس، يعني نحن صرنا نطلع المدارس الخاصه تمام، نعرفهم بالتطبيق، نشوف ميزاته، نعرض عليهم مثل عروض تقديميه. وبصراحه شفنا كثير تجاوب من طرف المدارس، يعني المدرسه صارت بتنزل التطبيق كاملا لكل طلابها بحيث انه تعطيهم طريقه مبتكره وجديده للطلاب. شيء ثاني بصراحه مشاركتنا بمسابقه المحتوى الرقمي العربي، هذه سالك عنه يعني قديش مهم لما تاخذوا المركز الاول. في شفنا يعني مشاريع مشاركه وقويه، بس لما تحصل على المركز الاول اكيد في عندكم مجهود كبير واستثناء بهذا المشروع. هلا بصراحه مو بس حصولنا على المركز الاول اللي احنا عم نسوي او نحصل الفائده، بكل مرحله من مراحل مسابقه الرقمي نحن عندنا فائده. يعني عم نبلش مثلا من وقت ما قدمنا وقبول المشروع، هذا عم يعطينا حافز نحن لنستمر. وتنعرض على اللجنه اعطتنا مجموعه من الملاحظات والافكار اللي قدرنا فينا نطور التطبيق، نحسنه، نسكر نقاط الضعف فيه. لانه بتعرفي اللجنه هي ما شاء الله 3 جهات، جامعه الافتراضيه، الاتحاد الوطني، وسيا جمعيه رواد الاعمال، فكلهم عندهم خبرات بالمجالات التعليميه والتقنيه لسنوات طويله. صحيح. وبالنهايه الفوز هو بالنهايه معنوي، وهذا عم يعطينا انه حافز. بس بترجم بالاخير هو اعتراف بمجهودكم. طبعا طبعا اعتراف بمجهود. صحيح طبعا. وهذا صفي تسويق، يعني انت صرتي عم تحكي على الاعلام، صفي يعني طلعتي ليفل بالشريحه اللي عم تسمعك بالتطبيق. وان شاء الله بنتمنى نشوف شو طرق تسويق اكبر لحنا. ان شاء الله اكيد بالنهايه يعني بدنا نتمنى لكم كل التوفيق. بشار سعد الدين الجباوي مدير تطوير الاعمال، واحمد نجدت رمضان مدير التطوير البرمجي، نورتوا صباحنا. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم، واكيد الف مبروك لكم المركز الاول.
الأول ضمن المسابقة، وأنتوا دائما رح تكونوا ضيوف ضمن رحلاتنا الصباحية مع كل إنجاز ممكن تقوموا فيه. بنتمنى نشوف تطبيق الثانوية بالأيام القادمة. شكرا الله يعطيكم العافية، كل الشكر لكم. أهلا وسهلا فيكم.